للحديث بمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي. دكتور حسين أهلا وسهلا بك. إذا استعرضنا قبل قليل مجموعة من التفاصيل في آخر هذه المبادرات، نتحدث اليوم عن ما تنشدونه باستمرار هذه الخطط والمبادرات خاصة في ظل صعوبة الأوضاع التي ما تزال مستمرة. مساء الخير لك ولكل الأخوة المشاهدين. يعني كما تعلمون أنه الجهد مستمر الحمد لله في تقديم المعونات إلى الأهل في قطاع غزة بكل الإمكانيات وبكافة الطرق الممكنة، سواء المواد الغذائية أو المواد الدوائية أو حتى المواد الإيوائية. الأمر يتطلب الآن مزيد من التشاركية، مزيد من العمل مع الدول الشقيقة والدول الصديقة لتكثيف إرسال المساعدات وتأمين ديمومتها، وهذا ما تعمل عليه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الآن، هو تشكيل حالة من الديمومة في إرسال المواد سواء عبر الجسر البري أو حتى عبر الإنزالات الجوية التي يتم اللجوء لها كلما دعت الحاجة لذلك. نعم، نتحدث إذن عن آخر هذه المبادرات، حيث قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروع لإطعام وسقيا النازحين. آلية عمل هذه المبادرة دكتور حسين، خاصة فيما يتعلق بمناطق التوزيع، آلية التوزيع، وكذلك أيضا الديمومة التي تفضلت بالإشارة إليها. صحيح، يعني اليوم تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري، وهي تتضمن مجموعة من المعونات والمساعدات اللي تقدم من خلال الهلال الأحمر القطري، تشمل طرود غذائية ومياه نقية، وهي زي ما ذكرنا أنه ستكون إن شاء الله يعني باكورة مجموعة من المشاريع يتم تنفيذها في قطاع غزة، حيث تم تنفيذ مشاريع بالسابق والآن يجري العمل على تنفيذ مزيد من هذه المشاريع مع الهلال الأحمر القطري اللي يعتبر من الشركاء اللي المعتمدين والرئيسيين والاستراتيجيين للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نظرا يعني للرؤية الموحدة في دعم الأهل في قطاع غزة بكل ما أمكن. نعم، استمرارية هذه المبادرة دكتور حسين، إذن الآن توقيع اتفاقية واضحة فيما يتعلق بالنازحين في مخيمات اللجوء في قطاع غزة. اليوم التبرعات العينية ما زالت مستمرة، وكذلك التبرعات الفردية نتحدث عن أنها ما زالت مستمرة والأمر مستمر إلى حين ذلك. الرسائل أو الجهود التي تعملون عليها في جلب مزيد من المساعدات بشكل مؤسسي. يعني كما تم ذكره سابقا انه على اعتبار انه الممر الاغاثي الاردني هو الممر الفاعل والحقيقي في ارسال وايصال المساعدات الى قطاع غزه، جعل من الاردن هي المحطه الرئيسيه في تمكين كثير من المنظمات الدوليه وحتى الدول الشقيقه والدول الصديقه، في اعتبار الاردن هي المحطه الرئيسيه في ايصال هذه المساعدات. لذلك كان دور الهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه في تامين هذا الربط من خلال اتفاقيات مناسبه تتضمن تقييم الاحتياج وتتضمن التدارس معهم حول تامين هذه الاحتياجات بالطرق المناسبه وكذلك توفيرها بالوقت المناسب وتوزيعها داخل القطاع حتى تضمن الوصول الى اكبر قدر ممكن من المحتاجين داخل قطاع غزه سواء في الشمال او الوسط او الجنوب، ومحاوله التغلب على كافه المعيقات سواء الفنيه أو اللوجستية أو حتى المعيقات الأمنية التي تبرز بين فترة والثانية بمحاولة منع وصول مثل هذه المساعدات داخل القطاع أو حتى توزيعها داخل القطاع وتمكين أكبر قدر ممكن من المنظمات من استلام هذه المواد وتأمين حرية توزيع لهم لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين.